ما بين القيول لنركض سريعا وإليهم نقول إياكم أن تضربونا. من نحن؟ هل تعرفونا؟ محمد جدنا وأمنا الزهراء، خير البرية أصحاب الكساء. إياكم أن تضربونا. من نحن؟ هل تعرفونا؟ بيت النبوة، بيت الرسالة، أبناء الرسول، أيتام الحسين. قد ذبحوا الحسين وعمنا العباس مقطع اليدين، لماذا لا يتركونا؟ لماذا الجيش حاربونا؟ قد ضعنا وأختي صغيرة لا تزال يداها تؤذيها من جر الحبال. ويشتم أبي، يا أمي هذا يشتمني، ذاك بصوتي يضربني. قد تركوا يا أمي أخي في الصحراء، لأنه قد وقع من شدة البكاء. يا أمي هذا يشتمني، صوتي يضربني. محمد تنادي هيا يا أولادي، أبناء علي أيتام الحسين. بدرب الشام وبعد العناء دخلنا جميعا كنيسة العذراء. من أنتم شعل السجاد؟ إننا شادة العباد، وجدي الخاتم من بعد المسيح، وصدق الحسين قد مات ذبيح. من أنتم شعل السجاد؟ أشبال بدربهم ثبات، كانوا طيور السلام وبهم أخلاق الإسلام. ورغم القيود قد ناصروا الحسين، وهذه رسالة على مدى السنين. كانوا طيور السلام.
دائرة الأيتام من يوم العاشر وصولا للشام.